أمك وينها في؟ في بيتها. ليش صار لها سنين ما تطلع من بيتها؟ لأنها مريضة. ليش من عرستي ما مريتيها البيت؟ مشاري ما يرضى. ومشاري يدري إنك هني؟ تلقى إيش بيقول؟ أنا الغلطانة نيت. ساعات تصير لك أشياء ما تدرين عنها، ما تعرفين شلون، مو عدل؟ يعني دشين من باب وطلعين من الصوب الثاني، تشوفين أشياء قبل لا تصير. مثل عمتي نجاة، عندي بصيرة. نجاة ايش ماسكة عليك؟ خيرها مغطيني طول هالسنين، شغلتني وصرفت علي وعلى أمي. إيه بس ما رضت تزوجش ولدها، ما قالت لك ليش؟ نصيب. أيم عليك الناس. ما لا داعي، أنت مو من الحريم اللي يترسون عيني. الحين يا دوري، شنو تبي من نجاة؟ ما أبي من نجاة شيء. إيه ما تهمني ولا مريم بنت شهاب، هم بس واقفين ضدك. عيل من تبي؟ لا 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 لا، انتي شاطرة، لا تخافي، أنا وياك ما في فرق بيننا. داخلك نار شابة ما تنطفي. ومشاري مو الريال اللي بغيتيه، بس قاعدة معاه وما تخافين منه. أنا ما أخاف من أحد. والحق نجاة توخر عن دربي، ولا بتاخذ اللي خدتها سارة ونادرة ومعابد. عيل مو بس أنا اللي لازم أخاف، سري عندك والحين سرك عندي.